بترتب جمل مستقبل بعد اول لا بدات استوعب اني هقبل ابقى واحد منهم مش عارف ابقى غيرهم اذا كان رسولنا نفسه ما اتفقش عليه تفكيرهم يا اما انعزل فارجع انسان ملتزم مستني ملك الموت عشان اقابله وانا مبتسم لكن لا هعيش الدنيا على حساباتها احرم نفسي ليه من حياه ربنا خلقها شفت ازاي الحسبه رجحت قانون النسبه لازم شخص يرجع لما شخص تاني يسبح لازم كل جوكر يدبح كل احمد موجود ده نهج لاي حد عالكوكب عايز يكون مش ببيع كلمات دي قوانين حياه انهاش عشان ما تبقاش عضمه فكره ببق كلاب اوعك تفكر اني حابب وضع بشرحهولك لكن ده امر واقع انا يا دوب بوصلهولك كاره كوكبي معرفتش انشر في مذهبي فبقيت بحلف مذهبه احسن ما توصف بالغبي عيش قوي ومكروه مش ضعيف محبوب كده كده هيكرهوك لما خد المصلحه يدوب وساعتها لو لقوك ضعيف ظهرك مكسور اكيد هينهشوك وسط الناس في عز النور من امتى عملوا حساب وقفت يوم الحساب ده اخوات يوسف فقتلوا خلقوا لنفسهم اسباب ارضى بقانون الغياب واختار لك وش تعيش بيه وبعيد عن اللي حبك لو مش حابب يوم تاذيه اما اللي بينافسوك فتنسى يحترموك هيفضلوا يحاربوك لحد يوم ما تموت وساعتها مش هيقول الله يرحمه بذل مجهوده في سبيل توصيل مفهومه يمكن يفيد جمهوره ابعدهم عن طريقك وكمل المسيرة ده الابن البكر الادم قتل اخوه بدفع الغيرة دي حقيقة لو بتدور كلام ابوك مزور انسانك تمشي جنب الحيط عشان ما تجيش متعور شفت الحياة بلونين لون الشارع لون البيت فعرفت ان الحقيقة مش شبه ما انا اتربيت شاء القدر بعد ما يعمل بصر مطرة تنحت حجر فدبت القشرة وده يكشف لك لب نفوس البشر مفيش بدون مقابل ده عبادة ربنا بمقابل لولا الطمع في الجنة كانت الدنيا اصلا باظت ولولا جوانا الفطرة كانت الدنيا تخرب ده اتزان بين نفخة روح وبين رغبات نفوسنا الوسخة ده يوم ما مات الفار مشت بعزاه القطط مع ان دم الفار على مخاربهم منه نقط ويوم ما مات الاسد ما جاش حيوان العزا عشان وقفتهم جنبه كانت مجرد خوف من الاذى او طمعا في المصلحه او لايا كان مستني ايه ما تقفل مفيش كلام يتقال شطاني لا تخلو من اطلال مراكبكم ديواني لا يدنو لافكار كوادركم اذهبوا ان استطعتم لجحيم منه جئتم واتركوني لن اداري سوء منكم.